هذه زياره ميدانيه لدار الصنعه، وبالنسبه لنا هذه تندرج في اطار الزيارات الميدانيه التي نقوم بها اليوم على هامش اطلاق اللقاء التشاوري الرابع المتعلق باستراتيجيه رؤيتنا الجديده للاقتصاد الاجتماعي والتضامن. طبعا اليوم ما يمكننا الا نتمنوا هذه المجهودات المبذوله، اللي اولا ونعتزوا بهذه المجهودات اللي كيقوموا بها النساء ديال الجهه وديال المنطقه، لان النساء صراحه كنتفاجئوا دائما ملي كنزوروا مثلا اليوم التعاونيات اللي زرت والجمعيات كنتفاجئوا وكنزيدوا نعتزوا بهذه النساء والمجهودات اللي كيقوموا بها، وهذه النساء هذا الحرص ديالهم على التعلم، الحرص ديالهم على التكوين، الحرص ديالهم على التاهيل الذاتي، الحرص ديالهم انهم يتعلموا حرف اللي بها بطبيعه الحال غيساهموا في تحسين الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه ديالهم والاسر ديالهم. اذا فتحيه خالصه لهذه النساء، وتحيه كذلك لكل المشرفين وكل القائمين على هذا القطاع، لان هذا قطاع مهم اليوم، التعاونيات والجمعيات المديره للدخل اللي كتساهم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لبلادنا، كتساهم في حمايه هذه الثروه ديال المنتوجات سواء المنتوجات الصناعه التقليديه او المنتوجات المحليه، كتساهم كذلك في حمايه هذه المنتوجات انها تبقى، وكتساهم كذلك انها يعني في تطوير الاوضاع الاقتصاديه ديال هاد الناس. قلت انه اليوم هذه الزياره الميدانيه اللي كتجي مع اللقاء على هامش اللقاء الاستشاري كيف ما قلت هي مناسبه باش كنتعرفوا عن قرب على هذه المشاريع القائمه، وكنتعرفوا كذلك عن قرب على التحديات اللي كاينه، ومن خلالها في اطار التشخيص ديالنا وفي اطار مقاربتنا الجديده اننا كنطلقوا من الاحتياجات الحقيقيه واللي هي اللي غتعطينا الاولويات ديال المستقبل. اليوم هاد النساء كيف ما قلت كيقوموا بمجهود كبير، وطبعا كيقوموا معاهم المشرفين على هذا العمل من جماعات ترابيه ومن جمعيات ومن تعاونيات، فهذا اكيد كيندرج في واحد المجهود وطني كبير اللي فيه حمايه التراث ديالنا سواء التراث ديال الصناعه التقليديه اليوم الزربيه وهذه المنتوجات التقليديه المحليه، وكذلك مجموعات اخرى اللي كتشتغل في المنتوجات المحليه اللي فيها اعشاب طبيه فيها نباتات طبيه، فهذا واحد هذه ثروه حقيقيه في الجهه. يمكن لنا نقول اليوم ان هذه الجهه فيها ثروه حقيقيه، ثروه حقيقيه ديال النباتات وديال هذه الامور اللي هي مخزون، واليوم الاستثمار فيه مازال ما بلغش المدى ديالو، باقي الامكانات متوفره، باقي الخير الحمد لله كاين، فنحن نتطلع للمستقبل برؤيه تفاؤليه فيها الامل من اجل استثمار هذه الامكانات باش فعلا هذا يساهم في توفير مناصب شغل وتوفير فرص ديال التشغيل للنساء والشباب ولكل المهتمين، ويوفر كذلك يعني مداخل قاره اللي بها كيوقع واحد التحسين ديال الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه ديال المواطنين، واللي هذا هو الهدف ديالنا جميعا.